الأغنية ديال اللي خاصة بالحفلات العراس واللي مهدية للعرسان والعروسات هي من كلمات وألحان أستاذ رحال وزاني مدير أعمالي اللي حنا درناها هدية لهاد الحفلات اللي قيمة جدا واللي كنبغيو نفرحوا بالعروسة الليلة ديال عرسها وبالحباب ديال العروسة والعريس. فكانت هدية منا وإن شاء الله كاين جديد في الطريق ان شاء الله. طبعا ان شاء الله حنا نبغيو نفرحوا مع العرسان علاش لا، وان شاء الله تكون انطلاقه في الاعراس هذا العام ان شاء الله. العرس ماشي غير فقط في المغرب، حنا اي عرس اللي غادي يفرح الناس سواء في المغرب او في الخليج او في الدول العربيه كامله او في الجاليه اللي في اوروبا غيفرحنا وغيشرفنا اننا نكونوا متواجدين. بالنسبه لي انا كل شيء مغربيات كاملات كيمثلوا احسن تمثيل القفطان المغربي، حيت اي مراه كتلبس قفطان مغربي كيجي معاها وهو رقي وفخامه، وحنا كاملين كنعرفوا شحال هذا الزي هذا مهم وفخم. وحنا كمغربيات كلنا سفراء ديال القفطان، غير حنا حيتاش فنانات، فالفنانات كاملين المغربيات عليهم الاضواء، داكشي علاش حنا كنكونوا اكثر واجهه ديال المغرب وديال القفطان المغربي. وتحيه للفنانات المغربيات كاملين. انا ماشي دائما انا اللي كندير مكياج راسي، كنصادف ان ملي كندير مكياج راسي كيقولوا لي جاك زوين بزاف، وكاين بزاف ديال لي ميك اب ارتست كيصايبوا لي مكياج زوين، يعني ماشي يمكن كيكونوا شي غلطات بعض المرات، وكنحاول ناخذ بعين الاعتبار راي الجمهور باش كنصلحوا المره الجايه. بالنسبه لي انا كنبغي الحيوانات بزاف اون جينيرال، ماشي غير النموره، ولكن النموره عندي نموره اسبوعه وداكشي، كان عندي واحد الحب واحد العشق ليهم. كنحاول نلتقط صور تذكاريه اللي غتعجبني نحطها في داري، نزوق بها داري اللي غيعجبني نشوف تصاور. فهادشي اللي كاين واحد علاقه ديال الحب وطيده مع الحيوانات. لا ما كاينش الخوف سبحان الله.